نسمع موسيقى الجاز وسرعان ما تنقل عقولنا إلى أنه موسيقى غربية نظراً لنشأته في المجتمعات الأمريكية الإفريقية في نيو أورلينز بالولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فأصبح ينظر الكثيرون إلى الجاز على أنه الموسيقى الكلاسيكية الأمريكية، وهم معتقدون أنه لن يتغير أبداً بمرور الوقت. الناس حاطة الجاز في قالب كاتيجوري، وان الجاز اول ما طلع للعالم هو كان فكرته ثورية ان هو يخرج بره القوالب. فطول ما في ناس بتحاول تفكر وتعمل افكار جديدة وكده، فالجاز هيفضل موجود، يعني مش هيندس. فعلا الجاز نفسه يعني في تاريخ معين وتراديشن يعني بالجاز الامريكي، لكن انا لما اقول جاز ما عم فكر باني اكمل هاي التراديشن، انا تحت هاي التراديشن لكن انا بكملها لانه هي موسيقى ارتجاليه، هو علي ان اثبت او اعيد موسيقى جاز الستينات مثلا زي ما هي. اي بتعامل مع الجاز ك واحد من الأدوات للتعبير عن مشاعري. العديد من مهرجانات الموسيقى ومنها مهرجان القاهرة للجاز تحاول إثبات أن موسيقى الجاز هي هذا النوع من الموسيقى الذي يتطور باستمرار ويسعى جاهداً لترك بصمة وسط عالم حافل بالأصوات الصاخبة. انا مصطفى ندى، ليد جيتارست. ابتديت مزيكا وانا عندي 11 سنه، بعد كده كونت باند اورينتال سنه 2022 شهر مارش، وابتدينا نعمل مزيكا اوريجينالز وكوفرز، بنري ارينج المزيكا العربي، حاجات موسيقى كلاسيكيه عربي زي حاجات لعمر خيرت والحان من الحان هاني شنوده وكده، بنعمل لها ري ارينجمنت انها روك فيرجن وجاز. عايش في المنطقه 5 سنين، و ممكن من هالفترة ورايح تعمقت أكثر في المقامات وكمان في التعامل الشخصي مع ثقافتي أنا اللي هي الثقافة البلغارية. فبالنسبة لي عزف الموسيقى العربية والتعامل أو اكتشاف الموسيقى العربية كان مثل بروكسي، يعني طريقة تقرب لوصولي أنا البلغارية، لأنه في ثقافة مشتركة كبيرة بالموسيقى وبالهرمونة. على المستوى المحلي أصبحت الموسيقى التجارية وموسيقى المهرجانات اتجاهاً يمتثل به، والتي يمكن أن تكون ناتجة عن التحديات المؤسسية والتي تعيق استمرارية موسيقى الجاز. الدعم اللي بتحصل عليه ثقافة عالمياً هو قليل جداً بالمقارنة، مثلاً لو هنقارنه بالدعم اللي بتحصل عليه المؤسسات والدول مثلاً في مجال التسليح يعني، أو في مجال مثلاً الرعاية الطبية. طبعاً في أسباب تانية، يعني مثلاً يعني عدم وجود مثلاً مؤسسات تعليمية. لو هنتكلم مثلاً على مصر، يعني التعليم الجاز في مصر مش موجود أصلاً على الخريطة، رغم إن إحنا عندنا مؤسسة يعني تعليمية للموسيقى أو مؤسسات تعليمية للموسيقى، يعني زي كليات التربية الموسيقية والتربية النوعية والكونسرفاتوار، لكن الجاز مش مدرج كبرنامج. هل تعد الجهود الذاتية ضماناً كافياً لاستمرارية موسيقى الجاز؟ قد تبدو حلاً، ولكنه مؤكداً ليس الوحيد. كريستين منير، تلفزيون الجامعة الأمريكية بالقاهرة.